بما أنه هني شايفين حالا على الكتب، شايف عبادة وشايف بشير. حتى لاحظت عدة أمهات لما بيشوفوني بدأ يعرفوا طفلة هاي خالته اللي كتبت القصة، هاي عبادة وبشير اللي بالقصة. أنا بتول حذيفة من مدينة بانياس السورية، درست مناهج وتقنية التعليم بجامعة تشرين، وبعدين تخصصت إدارة وتخطيط تربوي، تخرجت من جامعة دمشق. بلشت العمل لكن بشكل بسيط، بلشت كعمل بأمور الكتاب، كان في بداية لمشروع لكن العمل كله راح بسبب ظروف الحرب. جيت على تركيا 2013، انتقلنا على اسطنبول يعني تقريبا من حوالي 4 سنوات. وقتها حسيت بحاجتي للكتب وعم دور على محتوى عربي، اي شيء بدي اي شيء كتاب يشوفوه اولادي مكتوب عليه عربي، يعني يشوفوا الاحرف العربيه على كتب. لاحظت بالاول شو احتياجات اطفالي بالضبط، هني شو حابين، شو حابه انا ارجيهم، وبلشت اكتب على هالاساس. أول كتاب صراحة أنا انصدمت لأنه ما كنت عارفاني أنه أولادي بيعرفوا شو يعني ماما عملت لنا كتاب، وكانوا بالكتاب يعني تقريباً بيشوفوا بأحرف عربية، فكان فرحتهم كبير يعني قعدوا على الأرض ومسكوا الكتابين وكتير انبسطوا فيهم، كتير تفاعلوا معهم وصار مثل صديق يعني على طول ماسكينه وقاعدين معه بالسرير. الحمد لله أولادي في علاقة كتير كبيرة بينهم وبين الكتب، وهذا الشيء شجعني أكثر، وصاروا هني يعطوني أفكار، يعني ماما اعملي لنا كتاب عن الفكرة الفلانية، أو بدي كتاب بيحكي عن مثلاً عن أمر معين، فهذا الشيء شجعني لأني أفكر أكثر يعني بأفكار تانية لكتب أخرى ممكن يكونوا محتاجينها. كتاب السكر يستحب بيحكي عن ذوبان السكر بالماء وتأثير الحرارة على هالموضوع، والتجربة تتعلق بهالموضوع مع معلومة ممكن يكتسبها الطفل. آخر كتاب واللي هو ألطف كتاب لحديثي الولادة من 0 ل 6 شهور، هو عبارة عن يعني صور بالأبيض والأسود بتحفز الرؤية للطفل، بما أنه حديث الولادة ما بيقدر يميز الألوان والتفاصيل بشكل واضح، فهي بتساعده على التركيز، بتخليه يعني يتعلق بالكتاب من بداية ولادته. شو عم يعملوا؟ الماما عملت خطط المستقبلية أني أغطي يعني غطي احتياجات أكثر من احنا محتاجينها بالوطن العربي لفئات عمرية مختلفة ولقضايا أسا ما انطرحت بأدب الطفل العربي، بالإضافة لرغبتي بالكتابة للأمهات. أنا كوني عرفت كأخصائية تربوية فبدي أني الأمهات يعني خاطب الأمهات بكتب خاصة. السكر ايه فاني